هل المهارات والافكار النيره تعمل ثروه ولا تجيب فلوس؟ اصل تفرق. تعمل ثروه ولا تجيب فلوس؟ طيب خليني اقول لك خمس حاجات عشان ده يبقى ريفرنس الناس ترجع لها. احنا دلوقتي في فتره التحول الرقمي، كل حاجه رايحه على التحول الرقمي. فعايز اقول لك ان في صناعات كتيره جدا جدا اتجهت لمجال الاونلاين، ففي خمس مجالات انت ممكن تعمل فيهم ملايين حرفيا. زي ايه الخمس مجالات؟ مجال البروجرامينج، الكودينج زي الديزايننج او الويب الابلكيشنز ديفلوبمنت، تطوير المواقع وتطوير الابلكيشنز اللي موجوده. في مجال تاني جرافيك ديزاينر، مجال ثالث الخاص بالويب ديزايننج ان انت تقسم ويب، السوشيال ميديا ماركتنج. كل المجالات دي انت ممكن تعمل منها ملايين. قفلتها في وشي، انا كل الحاجات دي مش علاقه بيها. ليه؟ لا طبعا. مفيش مثلا مجال المذيع، مجال الصحفي، اي حاجه. طب خليني اسال حضرتك سؤال دلوقتي، هل عشان انا ابقى اخد فرصه معينه عشان المجال ده شائك وناس كتير جدا مقتنع بيه وهو غلط، هل عشان اخد وظيفه معينه او عشان افتح مشروع معين لازم يبقى عندي واسطه؟ مش بالضروره، وارد. ووارد لا، ووارد الواسطه دي تبقى في محلها ووارد في غير محلها. الشطاره عندك قدره على النجاح والاستمراريه صحيح. ولا الواسطه دخلتك وسيادتك فضلت قاعد ما بتعملش حاجه محلك سر؟ يعني الواسطه هي ممكن تكون سبب ان انا الاقي وظيفه بس مش هتضمن ان انا اكمل فيها. لا تضمن النجاح صحيح. فالواسطه او الفرص كلها متاحه وموجوده. انا عايز اقول لحضرتك ان 75% من الوظائف او الفرص اللي بتبقى موجوده بتبقى او بيتم يعني تقفلها عن طريق ترشيح ريفيرلز. انا اعرف حد معين بيعمل مهاره معينه شاطر فيها، اعرف مذيع كويس فانا برشحه، مجرد الترشيح. وبعد كده هو بنفسه لو مهاراته ومؤهلاته بتسمح ان هو يبقى اكسبتد او مقبول في الوظيفه دي او لا، هي اللي بتحددها في الانترفيو. حلو. طيب عشان بس الناس كلها فاكره ان مصر لو تعرف واسطه فانت اشتغلت او اتعينت او او او، عايز اقول لحضرتك ان المؤسسات الكبيره دلوقتي بتعمل حاجه اسمها الفرصه الوظيفيه العادله، الفير. بيعمل اعلان او بيعمل مسابقه او بيعمل منشور ان هو محتاج وظيفه معينه او هيفتح مشروع معين، وبيحدد فيه الشروط المطلوبه منه والناس كلها بتقدم. بيبقى المعيار الوحيد هو الكفاءه، حضرتك كفء ولا لا؟ صح. كفء يعني لمهاراتك، انت هتقدر تفيدني ولا لا؟ هتقدر تنتج ولا لا؟ هل بتعرف تعمل الشغل ده فعلا ولا لا؟ هختبرك اكيد. اصل انا مش هجيبك عشان تخسرني لمجرد انه والدك صاحبي بالظبط يعني، ولا حتى اخويا، مش بس الناس صاحبي. كلها بتبص للربحيه والانتاجيه، البرودكتيفيتي والبروتوفول. دلوقتي انت تبقى الحاجه دي بتطلع بروفيت ولا لا؟ بس فعايزين بس نقفل موضوع الواسطه ده عشان كان شائك على السوشيال ميديا. الناس كلها بتشتغل بالواسطه. ده موضوع تافه يعني. حقيقي يعني، الناس اللي هي صادمه جدا في ردود افعال، موضوع تافه جدا.